الفنانة تسنيم باشا، أهلا وسهلا فيكي ونورتينا اليوم عبر موقع فوشيا. أهلا فيكي تسنيم. خلينا أول شيء نبارك لك انتهاء تصوير فيلم الحكيم مع الأستاذ باسل الخطيب. خلينا لو نعرف ملامح بسيطة عن شخصية حضرتك. شخصية فيلم الحكيم اسمها كوثر، هي موجودة بضيعة اللي هن عايشين فيها وعم تصير فيها الأحداث. هي بتشتغل على التنور، حدا فقير كتير، ويعني صعبة مثل كل هالناس اللي صابهم بالحرب من مآسي ومشاكل. طبعا علاقتها مع الحكيم بتكون علاقة كتير منيحة، وهو اللي بيساعدها بكل أمورها تقريبا. كيف بتوصفي العلاقة مع الحكيم يلي كان عم بيجسد دورة الأستاذ دوريد لحام، ويا ترى تعلمتي شيء منه؟ أكيد. هلا الوقفة قدام الأستاذ دوريد لحام كانت يعني مثل حلم بالنسبة لي، والحقيقة أنا تعلمت منه تواضع، لأنه يلي بيتعرف عليه عن قرب ما بيصدق إنه ممكن هيك تكون نفسية هذا الفنان القدير يلي كلياتنا بنحلم إنه نشتغل معه. تسنيم، نحن مثل ما بنعرف مسلسل على صفيح ساخن إخراج الأستاذ سيف الدين سباعي أخذ أصداء كتير كبيرة، شخصية حضرتك كمان كتير كان لها صدى ووقع عند الجمهور، كيف بتوصفي الثنائية اللي كانت مع الممثل يامن الحجلي؟ طبعا يامن زميل وصديق وفنان كتير موهوب، وأنا كتير بحبه. الحقيقة بهي الثنائية أنا كنت كتير مرتاحة، لأنه كان في شريك معي عم ياخد مني وعم يعطي، فحسيت براحة كتير شديدة، وهو كان كتير يعني مؤازر ومساند لإلي بقلب المشاهد. نحن مثل ما بنعرف انضميتي مؤخرا لمسلسل حارة القبة إخراج رشا شربتجي، إن شاء الله ألف مبروك. ما بتحسي إنه في صعوبة رح تكون على عاتقك كتير كبيرة إنه أنت حليتي بدال الممثلة الشابة روعة السعدي؟ هلا اكيد هذا الموضوع بيخلي عندي مسؤوليه اكبر، اكيد في صعوبه لانه الناس متعودين عليها بالجزء الاول ورح يشوفوها بالجزء الثاني، وفجاه بدها تيجي ممثله مختلفه تعمل هذا الدور، فهذا بشكل مسؤوليه كثير كبيره حقيقه. بتخافي يا ترى من هاي المقارنه اللي بيعملها الجمهور بين شخصيه حضرتك وشخصيه روعه؟ هلا المقارنه هي بدها تصير يعني شئنا ام ابينا، بس الحقيقة يعني أنا هلأ مالي حاسة بأي خوف، هلأ إحساسي هو مسؤولية اتجاه هذا الدور اللي بدي أعمله. شو في شيء كمان غير حارة القبة رح تتواجد فيه الفنانة تسنيم يا ترى؟ حالياً لسه ما في شيء هلأ. تسنيم، خلينا نعرف مين المخرج اللي بيهويكي أو كتير بتتمني إنه أنت توقفي قدام كاميرته؟ هي الأسماء كتيرة، فأنا بس رح أقلك أنه أنا بتمنى وقف قدام كاميرا كل المخرجين المهمين اللي عنا بالبلد أولاً وخارج البلد ثانياً. الفنانة تسنيم باشا، لأي درجة الجمال اليوم بيأثر على خياراتك أثناء انتقائك لأي شخصية؟ أنت طبعاً تقصدي بهذا السؤال إذا كانت الشخصية بدها تكون جميلة أو لا، يعني هذا آخر شيء أنا بفكر فيه. الشكل هو آخر شيء أنا بفكر فيه، ولما بدي أفكر فيه بفكر فيه بحيث أنه يكون عم يخدم الشخصية اللي أنا عم أقدمها، لأنه بالنتيجة أنا لما عم بشتغل دور ما عم بشتغل تسنيم، عم بشتغل شخصية مختلفة عني تماما، فما كتير بيعني لي الموضوع. يمكن لاحظنا ببعض الصور يلي نزلت من كواليس الفيلم الحكيم تسنيم كانت بدون ميك اب نهائيا، هالشي صحيح يا ترى أو لا؟ صحيح. الشخصية هي شخصية بنت بتشتغل على التنور، منطقيا هاي الشخصية ما رح تكون عم تحط مكياج، وكمان هي عندها معاناة معينة يعني، فنحن كبشر طبيعيين بالمنطق ما رح تكون هيك شخصية إلى خلق أو في مجال إنه هي تفيق وتحط مكياج وتطلع. أساسا هي بنت ضيعة وكل الوقت شغلة على التنور عم يتعرض وشها لحرارة، فآخر شيء ممكن تفكر إنها تعمله هي إنها تحط مكياج على وشها. نحن وعم نعمل بحث على جوجل عن اسم حضرتك، المعلومات كانت كتير قليلة، شو السبب يا ترى؟ والله ما في سبب معين يعني هي يمكن أنا ما كتير بحط معلومات، أو ما صار في نقاشات أو حوارات أو أسئلة من حدا لحتى يضيف هاي المعلومات على السوشيال ميديا، بس على فكرة أنا ولا مرة عملت بحث، يعني هلأ اليوم بدي أشوف. علاقتك مع المواقع التواصل الاجتماعي كيف طيب؟ منيحة من جديد. ايه
اي صايره كثير اكتف عن جد. بخيفك يا ترى التنمر يلي عم بيصير هلا مؤخرا ويلاحق اغلب الممثلين؟ شوفي انا يلي انت طبعا تقصدي التنمر يلي على مواقع التواصل. هلا انا هاد ما كثير يعني ما كثير بحب سميه تنمر، لانه هو التنمر شيء ابعد من هيك بشوي. التنمر هو لما يكون حدا في عنده جرأة انه يجي يسب شخص، يجي يأذي شخص او يتعرض لشخص ان كان جسديا ولا نفسيا او بتهديد ما. والتنمر اولا يعني بنسبه كبيره هو بيكون عند الاطفال بالمدرسه، وطبعا في كبار بيتعرضوا للتنمر. هلا من جديد مصنف التنمر عبر الانترنت هو له علاقه بتهديد معين انت بتتعرضي له. انا الشيء اللي عم شوفه على السوشيال ميديا هو شيء مختلف، هو نابع من فراغ، نابع من طريقه تربيه معينه بالبيت، حدا بده اهتمام، لانه بالنسبه لهم اذا اجاهم لايكات على تعليقهم او ردود فانه هن بيكونوا حققوا شيء معين. او ما بخوفني حقيقه، يعني انا على صفيح مره واحده بصراحه شفت على جروب منزلين صورتي، مع انه اللي نزل كان مكتوب شيء كثير ايجابي عني، انه طالعه بشكل طبيعي ومالي حاطه ميك اب ومالي مهتمه بالشكل، بس التعليقات كانت كثير سيئه. ف تضايقت اول نص ساعه، بعدين راجعت حالي وما بقى ابدا شفت او التفتت لهذا الموضوع، لانه حقيقه مثل ما بيقولوا هذا عالم وهمي فما كثير بيهمني. يعني مانك مثل اغلب الممثلات يلي ممكن يردوا وتصير مشاكل بين الممثل والكاتب التعليق وتنتشر هاي القصص بمواقع التواصل والصحافه؟ ابدا، انا مستحيل رد غير على التعليق الجميل، التعليق يلي نابع عن محبه اولا، وانا ما برد غير على صفحتي، يعني من منبر صفحتي الخاصة، لأنه الأشخاص اللي عندي إياهم على الصفحة هن أشخاص فعلا محبين وهن أصدقاء حقيقيين، حتى لو أنا في أشخاص ما بعرفهم بشكل شخصي. بس أي حدا بيكتب كلمة حلوة فأنا مستحيل أني ما رد، وهذا الشيء ظاهر يعني. أما أني فوت على صفحة تانية وشوفهم كاتبين عني ورد، أكيد لا. أنا ببساطة هدول الأشخاص ما لهم موجودين بمساحتي الخاصة يلي هي صفحتي. نحن مثل ما بنعرف تسنيم ما بتحب ينحكى عن زوجها وعلاقتها فيه، شو السبب يا ترى؟ ليكي انا بحس هذا الموضوع كثير خاص. هلا في اشخاص ما عندهم مشكله، وفي اشخاص بيعرضوا حياتهم الخاصه على السوشيال ميديا وللعالم، وهذا الشيء هن من وجهه نظرهم صحيح، وفي عالم كثير بيحبوهم بيتفاعلوا معهم. انا ما بشوف هيك، انا بحس انه هذا الموضوع كثير خاص وبحب احتفظ فيه لنفسي. يعني الفنانة تسنيم، إذا حبينا ناخذ كلمة عبر فوشيا توصفي فيها علاقتك بزوجك، شو بتقولي؟ علاقة جيدة ومتوازنة. اليوم قديش يا ترى الفنانة إن كان زوجها ضمن الوسط عم بيساعدها، عم بيقدم لها دعم ويعطيها هي القوة، اليوم قديش زوجك عم بيساعدك بهذا الشيء؟ شوفي لما يكونوا الاثنين بيشتغلوا بنفس المجال فهذا بيختصر كثير من النقاشات والمشاكل، لانه دائما بيكون كل واحد فيهم بيعرف ظرف الثاني، لانه محطوط بهذا الظرف قبل بمره، فهو شيء ايجابي حقيقه.